هذه خاص بمؤسسة الدرك الوطني. الهدف من هذا دفتر التصريحات هو أننا عندما يتم سماع أي شخص مهما يكون صفته ماشي ندوه للبريكاد ونسمع المحضر مباشرة، نسمعوا على دفتر التصريحات، يكون مفهرس والمؤشر، ويكون التصريح نردوه له على المباشر في الميدان، ومن بعد ننقلوا هذاك التصريح على المحضر باش معناه من نقرب المؤسسة ومن طوم باش من نعطلوش هذاك المواطن على الأشغال تاعو. وحتى في بعض الأحيان بعض المراسلات القضائية أن نتنقلوا المواطن حتى المنزل تاعو كي يكون إنسان كبير يكون مريض، بلا ما نعيطوا للبريكاد يتنقلوا عن طريق دفتر التصريحات يردوا له التصريح تاعو.